السلام عليكم ورحمة الله. أخ خالد؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا أدرك ثواني بس. تفضل. سموها صاحب الحرمة هي اللي مسؤولة عن هالأمور. إيه. البيت بدون حرمة ما يسوى شيء. من شهر تعبت ما قامت لا ترقد ولا تاكل ولا تكلم أحد، نعزلة بروحها، ولما استلبست استوت وايد عنيفة، قامت وايد تتلاعب. انت متأكد انك تقدر تساعدها وتطلعها من اللي فيه؟ اي نعم، بس الاول اشوف نوع الجن اللي فيها، وبقدرة قادر ان شاء الله بتشفي. شوف طال عمرك، انا العاده اخذ من الناس 15000 درهم، بما انك انت ريال قد حالك وواضح ودين، باخذ منك بس 10000. ما عندي مشكله، اهم شيء تتعالج. زين توكل. لا لحظة، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. خالد، ممكن حصل عندك شوية بخور؟ شكرا. أنا بارد، أنا بارد، مشكور. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. سلام. سلام القول. لا إله. الحمد لله. الجني طلع منها. خالد. هذا ماي مقراي عليه، تسقيها في اليوم 7 مرات. لا تحاتي، كل شيء تمام الحمد لله، شوي بترتاح. ساعدني أرجوك، أنا ما فيني شيء.
خيلك لا تروح. سامحيني. ده خيلك. سامحيني ما أقدر. لما تروح خالي روحي عند ابني. خيلك. أنت واضح خالد مجنون. بدأ يلومني بعد ما توفى ولدنا. تخيلك لا تروح تخليني. خالد الحمد لله هالمرة سليمة، بس لا اشوف ان حرمتك جسمها تعبان، وانصحك انك توديها المستشفى. ترى هي بعدها مستلبسة، ظهر ان علاجك ما نفع. عموما مشكور، شكلها المشكله اكبر عنك. عندك عيال؟ بنت. تحبها؟ طبعا. ليش فتشيتها؟ قاعد السجين. انت ليش تفتشها؟ السجين. لا تلومها. شو معلومها؟ ليش تطلعها؟ كل واحد يضيع ورده. انا عارف. ولد. حتى الولد ضاع، لا تلومها هي ما. ما كان عندنا ولد. كوم. تعالي. بسرعة وياي، قومي، ما نطلب الإسعاف. تعجبني يا شيخ، بني آدم وعندك الغريزة، تعرف الغلط وتسويه، تعرف الحلال والحرام، وتكمل الحرام. الله كرمكم بدينا لكنكم ما تستاهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخاف ما راح يأثر فيني، أنا بعد أخاف ربي. خبرني يا شيخ، متى وقفت تخاف ربك؟ قررت تبيع كلماته. سألني. سألني.
بنتي بنتي. بعرف ما استوعبت يا ابو ايمان. شفت؟ ضعف ايمانك من وصلك؟ لا مكرك من وصلك؟ انت تعرف مثل ما انا اعرف. كما تدين تدان وان الله هو الحق. ارجوك سامحيني، ارجوك سامحيني الا بنتي. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ايمان بنتي